استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الشيخ حمد هذا اليوم فخامة الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل الصديقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وقد عقد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وفخامة رئيس جمهورية سيشل اجتماعا حضره عدد من كبار المسؤولين وأعضاء الوفد المرافق لفخامة رئيس جمهورية سيشل، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية الطيبة الوطيدة وفرص التعاون، وبخاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة. ورحب جلالة الملك المفدى بضيف البلاد معربا عن تطلعه في أن تسهم زيارته في تأسيس لمرحلة جديدة في علاقات البلدين الصديقين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك، فيما أعرب رئيس جمهورية سيشل عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبرا عن سعادته بزيارة مملكة البحرين ولقائه بجلالته. وأكد العاهل المفدى حرص مملكة البحرين على مد جسور التعاون وتقوية روابط الصداقة مع جمهورية سيشل بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما، مؤكدا على نهج المملكة الثابت في توسيع علاقاتها مع مختلف دول العالم وفق مبادئ الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل ومد جسور التعاون والتعارف والحوار بين الثقافات والحضارات. وأكد الجانبان الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية من خلال دعم كافة جوانب التعاون في ظل ما يحظى به البلدان من الفرص الواعدة والمقومات والإمكانيات المتعددة في مختلف القطاعات. ونوه جلالة الملك المفدى بما حققته جمهورية سيشل الصديقة بقيادة فخامة الرئيس داني فور من تطور ونمو في كافة المجالات. من جانبه أشاد ضيف البلاد الكريم بما وجده من حضرة صاحب الجلالة من حرص واهتمام على توثيق العلاقات الطيبة وأواصر التعاون مع بلاده، مؤكدا رغبة جمهورية سيشل في تطوير علاقاتها مع مملكة البحرين واستثمارها في خدمة مصالح البلدين المتبادلة. وأثنى فخامته على المبادرات الإنسانية للمملكة بقيادة جلالة الملك المفدى وجهودها الخيرة في نشر قيم التسامح والتعايش وبناء جسور التواصل والحوار بين الشعوب والثقافات في العالم، مشيدا بالنهضة الحضارية والتنموية الشاملة. وسيتم خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية سيشل التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.